مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا قصة بتاعت طفلة عندها 10 سنين او كان عندها 10 سنين لما اتخطفت واتحبست في قبو لمدة 8.5 سنين بالضبط، او بمعنى ادق 3096 يوم. والقصة بتاعتنا النهاردة من بلد عمنا الحقيقة ما تكلمنا عنها، وهي النمسا. وبطلة قصتنا اسمها ناتاشا كامبوشا. بس في الاول لو سمحتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ويلا بينا على القصة. بطلة قصتنا النهاردة اسمها ناتاشا كامبوشا زي ما قلنا، وهي مواليد 1988. والحقيقة ان ناتاشا اتولدت في أسرة مفككة، يعني باباها ومامتها منفصلين، وكان دايما في بينهم صراعات عن ان مين اللي هتعيش معاه ناتاشا ومين اللي هيهتم بيها. ودايما كان في يعني حالة نفسية عند ناتاشا بسبب المشاكل اللي ما بين مامتها وباباها. ولما وصلت ناتاشا لسن 10 سنين، هي كانت في الأصل عايشة في فيينا مع مامتها، واللي هي عاصمة النمسا. ولما راحت ناتاشا على المدرسة قدمت على رحلة كانت رايحة تبع المدرسة لهنغاريا. والحقيقة في المدرسة طلبوا من ناتاشا ان هي بكرة وهي جاية المدرسة هتجيب معاها الباسبور بتاعها علشان هيعدوا الحدود ما بين النمسا وهنغاريا. واحنا طبعا عارفين ان النمسا بلد صغيرة، بلد اوروبية، ولكن بيحيط بها عدة دول اوروبية، ويعني الحدود بينهم وبين بعض بتتعدى بريا، يعني ممكن بالعربية بالاوتوبيس بالقطر بيعدوا الحدود، ومسافات صغيرة مش كبيرة. فالمدرسة قالت لناتاشا ان هي تجيب الباسبور بتاعها بكرة وهي جاية. وفعلا تاني يوم الصبح ناتاشا وهي رايحة المدرسة اخدت معاها الباسبور بتاعها علشان تدهولهم في المدرسة علشان الرحلة اللي هيفاضل عليها 3-4 ايام. ولكن ناتاشا وهي رايحة في الطريق الصبح للمدرسة ما كانتش تعرف ان في ذئب بشري مستنيها في الطريق. والحقيقة ان كان في واحد اسمه وولف جينج بيركولوبي مستنيها بقاله 6 شهور بيراقبها ومستني الفرصة علشان يخطف ناتاشا. وولف ده كان مهندس كمبيوتر وعنده 36 سنة. تخيلوا 36 سنة وبيراقب طفلة عندها 10 سنين. ويوم 2 مارس سنة 1998، وزي ما قلنا كانت ناتاشا ساعتها عندها 10 سنين، كانت رايحة المدرسة الصبح وفجأة وقفها واحد كان واقف جنب عربيته البيضة، عربية عاملة زي الميكروباص مثلا في مصر، وفتح الباب وخطفها وركبها الباب اللي ورا وقفل عليها وجري بسرعة. وكان الشارع ساعتها فاضي، لكن كان في طفل عنده 12 سنة ماشي على الرصيف اللي ماشي عليه ناتاشا، وشاف الشخص والعربية اللي خطفوها. وفي ميعاد انتهاء الدراسة عدت عليها امها بعربية واستنتها علشان تاخدها وتروح البيت، لكن ناتاشا ما طلعتش من المدرسة. ولما دخلت المدرسة الأم تدور على ناتاشا اكتشفت ان ناتاشا ما راحتش المدرسة في اليوم ده. وطبعا راحت بسرعة وبلغت البوليس، ومع تفتيش البوليس وصارت الموضوع في الصحف اتقدم الطفل اللي شاف ناتاشا وهي بتتخطف وقال لهم على مواصفات العربية وعلى مواصفات الشخص، ولكنه مش متأكد اذا كانت هي ناتاشا ولا لا، لكن
ادى المواصفات اللي هي قريبة جدا من مواصفات نتاشا، وبكده ابتدى البوليس يدور عليها. نيجي بقى لولف بعد ما خطف نتاشا. ولف كان بقاله 6 شهور زي ما قلنا بيراقب نتاشا ومستني الفرصة عشان يخطفها، وعمل ايه بقى؟ راح وحفر تحت الجراج بتاع بيته، حفر أوضة صغيرة وعمل لها سلم تحت الأرض، وليها باب صغير جدا من داخل الجراج، باب لازم الواحد يبقى موطي وهو داخل منه، وعمل الباب ده مصفح ومفيش للأوضة دي أي شبابيك غير شفاط صغير مركبه علشان يبقى فيه تهوية، والباب مصفح زي ما قلنا، وحاطت قدامه خزنة، وحاطت كمان المكتب بتاعه وعليه الكمبيوتر علشان محدش يلاحظ ان وراء المكتب ده في باب ابدا. واول ما نزل نتاشا من العربية فتح الباب ودخلها على القبر اللي تحت الجراج وقفل عليها، وطلع وخفى اي اثر كان لنتاشا في العربية. والحقيقة ان الشرطة قعدت 6 شهور تدور على نتاشا ومتتبعة كل العربيات البيضة اللي بالمواصفات اللي الطفل قال لهم عليها، ولدرجة ان هم راحوا لولف البيت وسألوه على عربيته. وولف في اليوم ده كان هادي جدا وبيتعامل مع الشرطة بمنتهى البرود، وفتح لهم العربية لانه طبعا متأكد انه نظفها وان مفيش اي اثر لنتاشا في العربية، وفتحها لهم ووريها لهم، ولدرجة انه عزم على افراد الشرطة اللي راحين يسألوه لو كان شاف نتاشا او يعني يشوفوا هو ممكن يكون الخاطف ولا لا، عزم عليهم انهم يتفضلوا يدخلوا يتغدوا معاه. فطبعا الشرطة لما شافوه شخص هادي بالمنظر ده وعربيته ما فيهاش اي اثر وبيتعامل معاهم هادي، يعني بيتعامل معاهم وهو هادي بالشكل ده، ما شكوش ابدا في ولف وسابوه ومشيوا. ولمدة 6 شهور والشرطة بتدور على نتاشا، ولكن طبعا بعد علمهم من أمها ومن المدرسة إن نتاشا كان فيه في شنطتها في شنطة المدرسة الباسبور بتاعها، الشرطة شكوا وكاد يكونوا كانوا متأكدين إن نتاشا أكيد اختطفت عن طريق عصابة أخدتها برا الحدود النمساوية، علشان الدول المجاورة كان فيها بعض الدول و في عصابات في الدول اللي جنبهم المجاورة للنمسا بيخطفوا الأطفال في الفترة دي، وكانوا بياخدوا أعضائهم، وكمان كانوا بيسرقوهم علشان يشغلوهم في أعمال إباحية للأطفال. فشكوا إن ممكن تكون نتاشا اتخطفت علشان كده وطلعت بره الحدود النمساوية، وإنها مش موجودة في النمسا دلوقتي. لكن الحقيقة ان نتاشا كانت في النمسا وكانت كمان في فيينا وفي شارع مجاور للشارع اللي بيسكن فيه امها، لكن الشرطة ما قدرتش تكتشف لان نتاشا في القبو زي ما قلنا تحت الارض. الحقيقة ان معاملة ولف مع نتاشا من اول يوم كانت معاملة سيئة جدا، لانه كان شخص مريض نفسيا و كان بيعاملها بطريقة بشعة، كان بيضربها بيعذبها وبيغتصبها، والحقيقة انه كان دايما بيتعامل معاها وكأنها عبدة عنده. ونتاشا لما اتكلموا معاها بعد الفترة اللي قضتها مع ويلف لما الشرطة لقتها، قالت ان هي كانت بتشعر ان ويلف بيتعامل معاها وكأنها عبدة هو شاريها من سوق العبيد. ولمدة 6 شهور الأولانيين
كان ممنوع منعا باتا على نتاشا انها تطلع بره القبر. ولكن بعد فترة من الوقت ابتدى ولف يسمح لنتاشا انها تطلع في الحديقة الخلفية لبيته وتتمشى شوية وبعدين يرجعها للقبر. ونتاشا بتقول انها اول مرة طلعت من القبر ما كانتش مصدقة انها ماشية حافية وان رجليها حاسة بنجيلة تحتها وانها شايفة السماء فوقيها، لانها كانت خلاص ابتدت تدرك ان هي مستحيل تطلع من القبر ده مدى الحياة. وولف كان دايما بيقول لنتاشا انها لو حاولت الهرب هيروح وهيمسكها وهيقتلها بالمسدس اللي كان دايما حمله على جنبه وهيقتل كل الجيران اللي حوالين بيته. معرفش ايه دخل الجيران في الموضوع الحقيقة، يعني هيقتلها اوكي، لكن ايه دخل الجيران في الموضوع انا مش عارفة. لكن هو دايما كان بيقول لها كده، وبيقول لها كمان ان بيته مفخخ داير ما يدور، وان هي لو حاولت تهرب ممكن تدوس على قنبلة من القنابل اللي هو حاططها حوالين البيت وساعتها هتنفجر هي والبيت واللي في البيت. وطبعا ويلف كان عايش لوحده في البيت، فكان ساعات بياخد نتاشا ويطلع بيها البيت لفوق، وده بعد مرور سنتين تقريبا من وجودها عنده في القبر. والحقيقة ان كمان ويلف نسيت اقول ان هو ما كانش ليه اخوات وما كانش ليه اي حد بيزوره غير امه وجدته اللي عايشين بجانب، يعني في بيت قريب جدا من بيت ويلف، وكانوا ساعات كتير بيروحوا يزوروه. لكن في يوم من الايام ويلف لما اخد نتاشا فوق وقعدها معاه في غرفته وبالليل نزلها القبر، راحت امه وجدته لبيته زيارة، وبالصدفة امه دخلت لغرفته وكان فيه شعر من شعر نتاشا موجود على المخدة بتاعة سرير ويلف. فسألته على شعر نتاشا ان الشعر ده لمين، وساعتها ادرك ويلف ان ممكن حد تاني ياخد باله من وجود الشعر ده ويشك فيه مثلا او يعرف ان فيه بنت موجودة عنده. ففي نفس اليوم بالليل نزل لنتاشا في القبر ومعاه مكنة حلاقة وحلق لها شعرها بالكامل على اساس ان هي لو طلعت عنده في البيت في اي وقت ما يكونش فيه اثار لشعرها مرة تانية على سريره او في البيت عنده. والحقيقة ان دي كانت كمان حاجة من الحاجات اللي تسببت في مشكلة نفسية لنتاشا، انه دايما كان بيحلق لها شعرها كل ما يطول. وبعد مرور 4 سنين من وجود نتاشا عند ويلف في القبر، قرر ويلف انه ياخد نتاشا معاه للسوق وللسوبر ماركت علشان يشتروا حاجات. وطبعا كان مهدد نتاشا انها لو حاولت تهرب هيكون حسابها عسير جدا عنده، وان هو ممكن يضربها برصاص من المسدس اللي على جنبه. والحقيقة ان بعد مرور 4 سنين على خطف نتاشا، كانت نتاشا خست جدا جدا وشكلها اتغير بشكل تام، لان اولا حلق لها شعرها وهي فقدت كتير جدا من وزنها، فبقى شكلها مختلف تماما عن شكلها ايام ما اتخطفت. وبالفعل يومها اخدها ويلف معاه وراح للسوبر ماركت علشان يشتروا حاجات، وويلف ساب نتاشا في السوبر ماركت في الرف اللي هي واقفة عنده بيجيب الحاجات، وراح يجيب حاجة من على رف تاني بعيد. فنتاشا لاحظت ان في واحدة واقفة جنبها، فحاولت تقرب منها وتتكلم معاها وتقول لها انا نتاشا كامبوشا، ولو سمحتي اتصلي بالبوليس وقولي له الاسم ده وقولي له انك شفتيني هنا. لكن للأسف
الست اللي اتكلمت معاها ناتاشا ما كانتش بتعرف اللهجه او اللغه النمساويه اللي بتتكلمها ناتاشا، وما فهمتش ناتاشا قالت لها ايه. لكن ويلز شاف ناتاشا وهي بتتكلم مع الست، وجه بسرعة واخدها من ايدها وحاسب على الحاجات اللي اشتراها وركبها العربية ومشي بيها، وابتدى يضرب ناتاشا من وهم لسه في العربية وحتى قبل ما يوصلوا البيت وينزلها القبر. يعني من كتر ما هو مستفز ان ناتاشا حاولت تتكلم مع الست ابتدى يضربها من وهم لسه في الطريق. وبالفعل اول ما وصلوا للبيت اخدها بسرعة ونزلها على القبر وضربها وعذبها بشدة علشان حاولت تتكلم مع الست. وناتاشا بعد فترة وعدته بانها مش هتعمل كده تاني ومش هتحاول ان هي تهرب. والحقيقة ان كان برضو ويلف مستمر في تعذيبها وانه دايما بيسيء معاملتها وبيتعامل معاها وكأنها عبدة عنده. وبعد 4 سنين تانيين وناتاشا عايشة معاه في العذاب اللي هي عايشة معاه فيه ده معاه في القبر، جاء ويلف وابتدى يتكلم مع ناتاشا وانه ممكن يطلعها تقعد في حديقة البيت وتتعامل معاه، وطول ما مامته وجدته مش موجودين في البيت ممكن تطلع وتقعد معاه في البيت، وبعدين بالليل تبقى تنزل القبر. فوافقت ناتاشا بشرط ان هي ما تتكلمش وما تحاولش تهرب. فطبعا دي كانت فرصة لناتاشا انها تطلع برا القبر اللي ما كانتش بتطلع منه لفترات طويلة جدا الا بس علشان تستحمى فوق في البيت عنده. ووافقت وطلعت معاه، ولكن ويلف كان عنده أزمة مادية وقرر ان هو هيبيع عربيته البي ام دبليو، وعلشان هيبيعها لازم العربية تبقى نظيفة، وكان عامل لها اعلان وطلب من ناتاشا يوم 28 اغسطس سنة 2006، وكان عدى على حد ناتاشا عنده في القبر 8 سنين ونص او بمعنى ادق 3096 يوم. طلب منها ان هي تشغل المكنسة الكهربائية وتكنس وتنظف العربية. فوافقت ناتاشا، والحقيقة ان هو كان موقف العربية داخل جراج البيت وناسي باب البيت مفتوح، وكان قاعد بيبص على ناتاشا وهي مشغلة المكنسة الكهربائية وبتنظف عربيته البي ام دبليو زي ما قلنا. وفجأة رن عليه الراجل اللي كان متفق معاه ان هو هيجي يعين العربية علشان يشتريها. فرد عليه ويلف، ولكن وهو بيتكلم معاه ما كانش سامع كلامه كويس من صوت المكنسة العالي اللي ناتاشا كانت بتنظف بيها العربية اللي هي المكنسة الكهربائية. فدخل ويلف لجوه علشان يعرف يسمع الإنسان اللي معاه على الخط الناحية التانية، وترك ناتاشا بتنظف العربية. وساعتها ناتاشا انتهزتها فرصة ان الباب مفتوح وتركت المكنسة شغالة علشان ما يلاحظ ويلف ان هي مش موجودة، وفتحت الباب وطلعت تجري على بره. وبالفعل وهي بتجري في الشارع قابلها 2 ماشيين وحاولت تتكلم معاهم وتقول لهم ان انا ناتاشا كامبوشا اللي مخطوفة بقالي 8 سنين وارجوكوا بلغوا الشرطة بسرعة. ولكن الاثنين اللي قابلوها في الطريق ما اهتموش لكلامها وما اخدوهوش على محمل الجد وسابوها ومشيوا. فجريت ناتاشا بسرعة لاحدى الجارات لويلف، وكانت سيدة مسنة عندها 71 سنة وعايشة في بيتها لوحدها. راحت لها ناتاشا وخبطت على الشباك وقالت لها انا ناتاشا كامبوشا وانا مخطوفة عند جارك بقالي 8 سنين ونص وارجوكي تبلغي الشرطة بسرعة. فجريت المسنة اللي سمعت ناتاشا واتصلت فعلا بالشرطة. والحقيقة ان الشرطة جت بسرعة جدا واتكلموا مع ناتاشا، وبعد ما تأكدوا ان هي فعلا
ناتاشا كامبوشا، لانهم في الاول ما كانوش مصدقينها، ووريت لهم العلامه المميزه اللي في جسمها علشان تثبت لهم ان هي فعلا ناتاشا، وقالت لهم ان الباسبور بتاعها في القبو عند ويلف، وان هي يعني محبوسه في القبو ده بقالها 8 سنين ونص. راحوا بسرعه واخدوها، غطوها وخدوها بسرعه على عربيه الشرطه، وراحوا يقبضوا على ويلف. لكن ويلف كان خرج وعارف ان ناتاشا هربت منه، وادرك ان الشرطه هتيجي وهتقبض عليه، لان ناتاشا عارفه العنوان، ولانها كانت اصبحت عندها 18 سنه ونص، فكبيره وفاهمه، وهتعرف تقول للشرطه على بيته كويس وعلى المكان اللي هو كان مخبيها فيه. فادرك الجريمه اللي هو عملها، وقرر ان هو يروح لمحطه القطر اللي كانت قريبه جدا من بيته، وفعلا ورمى نفسه تحت القطر ومات. والحقيقة ان الشرطة كمان كانوا من ضمن الحاجات اللي عملوها بعد ما خدوا ناتاشا على المستشفى فورا بعد ما استنجدت بيهم ولقوها، انهم فحصوا لناتاشا الدي ان اي بتاعها علشان يتأكدوا ان هي ناتاشا فعلا، وعرضوها وودوها لمركز للرعاية الصحية، لان هم بعد ما كشفوا عليها في المستشفى اكتشفوا ان هي بدنيا سليمة ولكن نفسيا تعبانة جدا، فأخدوها وودوها مركز للرعاية الصحية لمدة سنة على حساب الدولة. وكمان ناتاشا رفضت ان هي تقابل امها وابوها اثناء ما كانت في مركز الرعاية الصحية. والحقيقة انا مش عارفة هي رفضت يعني تقابل مامتها ليه وباباها، بالرغم من كل اللي عانته مامتها في غيابها، وخصوصا وان اول 6 شهور والشرطة بتدور عليها كانوا بيشتبهوا في اي حد، وكانوا مشتبهين في ان الام يكون ليها يد في خطف ناتاشا، وانها يعني ساهمت في خطفها وخروجها من النمسا علشان بعد فترة تلحقها وتعيش معاها في دولة تانية بعيد عن الاب، وان الام عملت كل ده علشان ناتاشا ما يعني ما تشوفش ابوها ولا ابوها يشوفها تاني. وبعد كده لما بطلوا بحث عن ناتاشا بعد 6 شهور عرفوا ان الام ملهاش يد في موضوع خطف ناتاشا، فمعرفش هي ليه رفضت تقابل امها وابوها. وبالفعل ناتاشا قعدت سنه في مركز للرعايه الصحيه تتعالج لحد ما بقت نفسيا كويسه، وبعد كده طلبت مجله وصحيفه في النمسا كبيرة، طلبت ان هي تعمل الاثنين يعملوا لقاء مشترك مع ناتاشا وياخدوا منها يعني موضوع صحفي ليهم، وفي المقابل هم هيتكفلوا بدراستها لحد ما تخلص دراسة خالص. وفعلا ناتاشا عملت اللقاء ده، والحقيقة ان المجلة والصحيفة اللي عملوا معاها اللقاء بالفعل تكفلوا بدراستها لحد ما كملت دراستها للنهاية، وكمان قاموا بشراء منزل ليها على حسابهم علشان تعيش فيه بمفردها، بما انها مش عايزة تعيش مع امها ولا ابوها، وطبعا مش هتقدر ترجع بيت ويلف اللي راح وانتحر بمجرد معرف ان ناتاشا لجأت للشرطة وانها خلاص هربت منه. والحقيقة كمان ان ناتاشا كان ليها رد فعل غريب جدا لما عرفت ان ويلف انتحر وانه خلاص ما بقاش موجود في الحياة. والحقيقة ان طريقة انتحاره انا شايفة يعني ان هو ريح وارتاح، يعني ريح البشرية منه، لكن الحقيقة ان هي كان صعبان عليها جدا لدرجة انها عملت حداد بينها وبين نفسها
على ويلف لما عرفت انه توفى، ما عرفش ازاي، ولكن الاخصائيين النفسيين قالوا ان دي متلازمة ستوكهولم، وان ده مرض نفسي اسمه متلازمة ستوكهولم، ان الضحية بيبقى متعلق جدا بالشخص اللي بيأذيه او بالشخص اللي خطفه، وبيصعب عليه رغم كل التعذيب اللي هو بيعذبه له، الا انه لما بيعرف ان هو اتأذى باي شكل من الاشكال بيصعب على الضحية. والحقيقة كمان ان الدولة فتحت لنتاشا حساب بنكي، وقالت ان هي بتقبل التبرعات لحساب نتاشا على الرقم بتاع الحساب اللي هي فتحته له، وفعلا آلاف من النمساويين والأوروبيين راحوا وتبرعوا لنتاشا بمبلغ كبير جدا علشان نتاشا تقدر تعيش منه. وبالفعل نتاشا كملت دراستها بعد ما كانت يعني شخصية مشهورة جدا في النمسا وفي أوروبا، والحقيقة ان معظم وكالات الأخبار اتكلمت على نتاشا والعالمية طبعا، والجرائد في النمسا وفي أوروبا كلها اتكلمت على نتاشا، ونتاشا كانت بقت شخصية مشهورة جدا جدا، والشعب النمساوي والشعب الأوروبي كان متعاطف جدا، أو الشعوب الأوروبية كانت متعاطفة جدا جدا مع نتاشا ومع قصتها، وكانوا دايما بيتابعوها وبيتابعوا أخبارها. ومع الوقت نتاشا كملت دراستها وأنهتها، واشتغلت فعلا مقدمة برامج، وكانت مسؤولة عن برنامج أسبوعي بيطلع في التلفزيون النمساوي، وكمان أصبحت كاتبة ومشهورة جدا وبتألف كتب، وخصوصا قصتها وقصة 8 سنين ونص اللي عاشتهم مع الخاطف وولف في القبر. وكمان الحقيقة ان هي بقت واحدة من الناس اللي مسؤولين في منظمة رعاية الحيوان او حقوق الحيوان، وطبعا ده اكيد يعني هي هتفهم فيه بما انها كانت عايشة 8 سنين ونص مع حيوان مفترس في مكان واحد، فاكيد هتعرف تتعامل مع الحيوانات وتدافع عن حقوقهم الحقيقة يعني. دي كانت قصة نتاشا اللي اصبحت طفلة مشهورة جدا او شابة مشهورة جدا على مستوى اوروبا كلها بعد حادثة خطفها. والحقيقة ان نتاشا مع الوقت قدرت تتعايش مع المجتمع وتبقى شخص صالح وشخص يعني سوي نفسيا، وما اثرتش فيها الحادثة، ولكنها مش هتقدر تنساها مدى الحياة. والحقيقة يعني محدش يقدر ينسى تجربة مر بيها زي دي. دي كانت قصتنا النهاردة اللي أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وإني أكون يعني حكيتها باستفاضة، وأتمنى إن أنتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس. ميرسي ليكو، وأشوفكم في قصة جديدة. باي باي.